ونبقى في سوريا وتحديدا في الريف الحلبي الشمالي، حيث يتقدم الجيش السوري فيه وهاجسه فك الحصار عن بلدتي نبل والزهراء اللتين لا تزال صامدتين في وجه الجماعات المسلحة رغم الحصار الخانق الذي فرضته هذه الجماعات عليهما منذ ما يقارب العامين. لا تهدأ آلة الحرب في سوريا، فالمعارك تخط البلاد طولا وعرضا، فيما يتابع الجيش السوري تقدمه في ريف حلب الشمالي لإكمال الطوق على مسلحي المدينة من ناحية، ولفصل الريف الواقع تحت سيطرة المسلحين عن الشريط الحدودي التركي من ناحية ثانية. لكن تبقى بلدتي نبل والزهراء المحاصرتين في ريف حلب الشمالي نصب عين الجيش والقوات المرافقة له، وذلك لفك الحصار عن حوالي 70,000 نسمة عاشوا خلال عامين كاملين بمؤونة ذاتية، يأكلون مما تعطي الأرض ويشربون مما تنزل السماء، ويرحل عنهم بين الحين والحين طفل ميت من الجوع أو عجوز عانى من سوء التغذية. في نبل والزهراء بعد سنتين من الحصار والقصف المستمر، الأوضاع الإنسانية مأساوية، نقص في المواد الغذائية والأدوية، يعني الناس حتى ما بتحسن تأمن لقمة معيشة الأبناء، الأطفال الحليب مقطوع بشكل كامل. نحن في نبل والزهراء محاصرين من سنتين ونص لأننا مؤيدين للدولة وللجيش السوري، والله سبحانه وتعالى يفك الحصار ويطلعوا المسلحين من بلادنا، لأن بلادنا كانت آمنة وحلوة، ليش سووها هيك ما بنعرف. ورغم قرب بلدتي نبل والزهراء من مناطق عفرين الحدودية مع تركيا، إلا أن مسلحي الجبهة الإسلامية وجبهة النصرة فرضوا طوقا عليهم من كل النواحي، وبات مسلسل القذائف شبه يومي، حيث تنهمر الصواريخ محلية الصنع على مناطق مدنية وتسفر غالبا عن إصابات وأضرار مادية. ونحن محاصرين قدمنا أهالي الزهراء ونبل أكثر من 500 شهيد. مع هذا الحصار الخانق المفروض علينا أيضا تنهال علينا الكثير من القذائف من قرى الجوار. بالنسبة للمخطوفات المتبقين عندنا أكثر من 26 امرأة وطفل، لذلك نحن نناشد المنظمات الدولية ونناشد أيضا منظمة حقوق الإنسان ونناشد كل الأحرار من أجل أن يقفوا معنا وقفة من أجل تحرير المخطوفات بأسرع وقت ممكن. حصار بلدتي نبل والزهراء أدى أيضا لنقص في الأدوية والمواد الأساسية، حيث تم إغلاق المستوصفات بعد نقص المواد الأولية المشغلة لغرف العمليات والإسعافات، وحرم طلاب البلدتين من تقديم الامتحانات على مدى عامين بعد قطع الطرقات المؤدية للبلدة، فيما بقيت وسيلة التواصل الوحيدة بين القريتين وبين العالم الخارجي هي مروحية يرسلها الجيش السوري وتحمل ما تستطيع حمله من مؤن ومساعدات. لا دواء في، أنا زوجتي مريضة ما بعثي مجيب لا دواء من حلب له، ما بتأمن الزلمي بنتهم خطفات، الأخري سكر محله، الأخري تضرر بشركته واقفة، كهرباء ما في، مي ما في، مصاري ما في، اللي معه كم مرأة، اللي معه ذهباته ببيعوا، اللي عم يبيع دشكاته ببيعوا لا ياكل، وضع الصحي سيء جدا، مستوصف ما في أدوية. الرسالة التي تريد إيصالها الأمم المتحدة لأهالي بلدتين نبل والزهراء المحاصرتين أنه خلال هذه الفترة لم ننسى البلدتين، والزيارة كانت نتاج نقاشات امتدت طيلة شهور. الجيش السوري بات على بعد 3 قرى من أسوار نبل والزهراء، فيما يتشتت المسلحون وقواهم في ريف حلب بعد أن اقتربت نيران الجيش من مقراتهم، حيث تتواصل العمليات العسكرية في مدينة حلب وفي ريفها بشكل يغير خارطة تواجد المسلحين في شمال البلاد والمناطق الحدودية مع تركيا.